انا مريض، عندي مرض مزمن، داير عمليه على القلب جوج صمامات وجاتني سكته قلبيه. ودابا انا موقفين ليا كل شيء، موقفين ليا امو، انا قالوا لي المؤشر عندك طالع. دابا انا وقفوني في الطبيب، مابقاوش يخليوني ندخل للطبيب، تنخلص كريدي اللي عليا وعندي الدواء بزاف وعندي التحاليل. دابا انا تنطلب منكم، وعندي بنيته باغي نكبرها ندير لها المستقبل ديالها. انا عايشه حاليا مع خويا واختي. دابا انا باغيه توقفوا معايا جمعيات محسنين، يوقفوا معايا باش نبرى ونتشافى ونوض نخدم على بنتي. كيفاش انت كتعاني؟ من 2013 بداتني صمامة وبديت تنتعالج بيها. كنت في كوكر تنتعالج، ومن كوكر عاوتاني تحولوا الطبيبة ديالي للغسانين، وليت مشيت تما للغسانين، بقيت متبعة تمايا عند الطبيبة ديالي. تما عطاوني نطلع للمركب، عطاوني ملف ديالي هما ورقية كلهم هنايا، عطاوني داك الملف دفعتو في المركب. ولكن أربع سنين ما جاوبوني ما والو. تمرضت لي الوالدة بمرض السرطان حاد، راكم عارفين الحالة ديال مرض السرطان. منين جات الوالدة ديالي قالوا لها العائلة شنو هي أميتك الوحيدة، شي ناس مع عائلتي على برا. قلت لهم بغيت نشوف بنتي دايرة عملية ووقفة لبنتها، حقوا لها الأمية ديالها، داروها لي، تفرضوا فيها المحسنين ديال الجارية المغربية وواحد المحسن من المغرب داروا عليه. ولكن وقع لي واحد الخطأ طبي، ما بقاوش يقابلوني. الطبيبة ديالي تديني للطبيب اللي دار لي العملية، الطبيب اللي دار لي العملية تولي ردني عاوتاني عند الطبيبة ديالي. بقيت هكاك، تجاني التهاب حاد. ديك الاربع سنين اللي كانوا تعكونك باش ما يجيبوش لك، كيفاش ديك المده؟ شنقول لك، حتى في العادة بالعليم كنت ضروري خصني نخرج نخدم، كنت نمشي تخدم في ميناج، يعني كنت تنكابر ان بنتي خصني نخدم على بنتي وعلى امي. ما يمكن ليش هذا، تجمع لينا الكرة عماين ديال الكرة. وخرجت وطلق خويا مراتو وعايشه مع خويا. دابا انا عايشه هي مع خويا، ما ترقاش لا باش نشري الدواء لا باش نمشي للطبيب لا حتى شي حاجه. ما عندي ما ندير انا شي حاليا. دابا وكانوا يقبلوني انني نخدم، نمشي نخدم واخا في هذه الحاله هذه. انا دابا حاليا عندي دابا شهر وانا فيا الحريق، و تيقولوا لي في الطبيب راه مازال جاك سكته قلبيه اخرى، خصك يعيش داك الحريق تجي عندنا. ولكن ما ترقاش باش نمشي باش ندير التحاليل. انا موقفيني من الطبيب قال لك تخلصي الكريدي اللي عليك. انا ما عنديش باش نخلص كريدي اللي عليا. كنت نعاس وهذا، المهم تقريبا جايا شي 160 الف ريال ديال الكريدي، ما بغاوش يشدوني. دابا انا راه تنعاني. دابا انا حتى الدواء ما سرقاش باش نشريه، ما تنقدرش تنتمشى، راني حازمه صدري باش تنقدر نزيد شويه. عندي ورقيه، عندي كل شيء، ويمشيو معايا حتى للطبيب، يعيطوا للطبيب، ما عنديش المشكل. انا ما طالبه حتى شي حاجه، انا طالبه يعاونوني يوقفوا معايا باش نخدم على بنتي ونتشافى، وخنكريه بيت انا وبنتي ونعيش انا وياها. ان ضروري خويا غادي يتزوج شي نهار، مراته غادي تجري علينا، فين نمشي نعيش انا وبنتي؟ خصني تكون عندي صحتي باش نعيش معنا وياها. عمرها 21 عام. تيعاوني خويا بعد النوبه، ان حتى هو عنده كريديات اختي، وعندي وحدين من العائله عايشين على برا، مساكن فيما نعيط لهم نقول لهم باغيه الدواء ولا باغيه الطبيب، تيعتقوني. ما ننكرش خيرهم ولا يسهل عليهم، وخلي لهم وليداتهم ويرحم لهم المرحومه. شان نقول لك، انا الان هادشي اللي تنطلب من المحسنين من الجمعيات، هي وقفوا معايا، باغيه نوقف على رجلي، باغيه نبرا، ما طالبه حتى شي حاجه اخرى. دابا اخر مره شنو قال لك الطبيب اللي انت اخر مره فاش مشيت للطبيب؟ لقاو عندي تحليله طالعه 6، شي تحليله اخرى طالعه حتى هي، ولات طلبت لي التحاليل وقالت لي سيري من هنا 3 ايام تكوني عندي. ولكن ما رقيتش باش نمشي ندير داك التحاليل، ما رقيتش باش نمشي عندها اصلا. دابا انا الحريق فيا دي دابا تقريبا من شهر 9 6 فيه، وانا الحريق فيا مجهد في يدي،
نفس الحريق اللي كان جاني في سكته قلبيه النوبه الاولى، ولكن ما عنديش باش نطلع للطبيب. تنحزم يدي، دابا راني حازمه صدري باش تنقدر نوقف هكا ولا شي حاجه. ما تنقدرش نتحرك، ما نقدرش نشرب، ما نقدرش ناكل، تنعيا. واخا انني الماكله هاد اليامات هادي ما بقاش ناكل نهائيا، تنشرب بيد وعلى الخوا قوت راكم عارفين قوت قلت شي. يعني دابا انا تنطلب من المحسنين، النيجيريا المغربيه، الناس اللي هنايا، انهم يوقفوا معايا. انا باغيه عند الشفاء، باغيه عند الدواء، ما طالبه حتى شي حاجه اخرى باش نوصل بنتي لواحد المرتبه هي الدويره ديالها. داك الساعات اللي بغات الموت تجي تجي باش نرتاح. وقع ليا في 2021 فاش درت العمليه. هذيك كانت اخر عمليه؟ لا، هذه العمليه الاولى اللي دار لي فيها الخطا الطبي. فاش هذا قال لي شوفي، قال لي غادي تبقاي تنعسي على ظهرك مده عام وديري السمطه وغادي ترتاحي تبراي. درتها ولكن والو. الدواء ما تيعطيوه ليش لا هو لا الطبيبه ديالي. ملي تمشي عندها تتقول لي سيري عنده، فاش تمشي عنده تيقول لي سيري لعندها. بقيت هكاك حتى 2023 بالضبط. واحد كيصيفطك لواحد، واحد تيصيفطني لواحد. حتى الدواء ديال جريان الدم عطاوني حبه، تنشرب حبه. تصوري من 2021 حتى 2023 وانا تنشرب حبه، ما تيبدلوها ليش نهائيا. فاش بقيت هكاك 2023 مشيت لدار المراز عند الطبيبه ديالي، دارت لي الراديو. قالت لي انت دابا غتمشي عند الطبيب اللي دار لك العمليه، راه داير، راه عندك التهاب حاد. فاش مشيت لعندو ما بغاش، بقى تيضحك. قال لي وانتينا حريق بسيط ودير لنا الشوهه. فاش طيت الوراق قراهم بالخميس، قال لي الاثنين في الصباح تكوني عندي. فعلا مشيت نهار الاثنين عندو. خلنا كاش وحده قالت لك خصك دابا عمليه عندك التهاب حاد، واحد تيقول لك عندك حريق بسيط. انت كنتي حاسه بصحتك، حاسه بنفسك في ديك اللحظه بالحريق بزاف؟ راني ما كنت، راني كنت دابا راني شويه منفوخه بالدواء، راني كنت والو. تشوفيني تخلعي تهربي. فاش مشى فاش نهار بنهار اثنين الاول في شهر 8، نهار واحد في شهر 8 بالضبط، فاش مشيت لعندو قال لي شوفي دار في خالتي وبنتي، قال لهم عندها نص ساعه د المكانه، نص ساعه بالضبط وتخرج، يعني طلع من البلوك. فاش هبطني للبلوك سمعتو تيقول لهم ما تبنجوها لي هي شويه في صدرها، هي باش يصوب لي زعما داك البلاصه هذه. فاش بقى يبرك عليا فيما برك تنبقى نغوت قوه الميكروب. قال لهم بنجوها لي كلها. فاش قلت له الطبيب شنو كاين، صافي ما حسيتش براسي تبنجت. فاش حليت عيني لقيت 4 سوايع ونص هو فيا، حتى اللي خلاني في قلب البلوك ومشى بحالو. خلالي خناشي تيديرو 4000 ريال وفاني د الحرق ديال 20 درهم. وقال لها قولها من تفيق طلع تخلص، خلصت شي 40000 ريال ولا 36000 ريال اللي خلصت. تفيق من الباش طلعت تخلص. اه ومشيت تخلصت، ما عطاونيش الروسي وما عطاونيش هذا، بينا مبغاوش يحسبوها لي نفتح لي هاليك باش ما يحسبوش عليا في الكلينيك بزاف، راك عارفه الاطباء. فاش خرجت بداك الحريق فيا تيقطع تنغوت يدي تنحش بيها، قلت لي بقى خرج داك الساعات داوني للدار. فاش داوني هي تهزوا لي يدي تحطوا لي على الخديه. فاش بنتي عيطات للطبيب قال لا عادي داك مسال هذيك. بقيت تقريبا شي شهرين وانا هكاك حتى الغريز كثر من 20 يوم. فالتالي فاش مشيت عندهم قلت لهم واش الغراز ما تزولوهم ليش، عاد دخلوني لواحد البنيته زولتهم لي. فاش خرجت قلت لها الطبيب، قالت لي مازال كونجي، مازال ما خرجش، مازال ما دخلش لهذه الخدمه. بقيت هكاك لا دواء لا حتى شي حاجه. تمشي عند الطبيبه ديالي تتقول لي سيري عنده، انا ماشي شغلي. الرونديفو عندي فيه عام 6 شهور، عام وثلاث شهور تعطيني الرونديفو. شهر 12، شهر 12 التالي ديالو جاتني سكتة قلبية، بداتني في الزنقة، تحت في الزنقة. الناس اللي عيطوا لأختي وبنتي جاو مورايا وطلعوني للمركب.
دخلوني للمركب 15 يوم وانا تمايا، يعني وقفوا الاطباء معايا لا كثر خيرهم لا خلي لهم العزازين عليهم وليديهم صحيحتهم، وقفوا معايا فقت قابلوني مزيان طلعوني للفوق بقيت 15 يوم. فاش جيت نخرج جاتني 1,020,000 ريال والصرف، خلصتها عليا الجمعيه ديال تما ديال المساعده الاجتماعيه، طلبات ليا الاوراق بان ما عنديش الراجل عندي هذا، دفعنا لها كل شيء خلصوهم عليا خلصوهم. وليت في شهر 3 عاود في رمضان عاوتاني جاتني نفس الحالة، بداتني السكتة قلبية أخرى، جاتني نفس الحرق باش طلعت شدوني 10 أيام وأنا ناعسة، بقات عندي مقيدة أن ما عنديش باش نخلص ما عندي حتى شي حاجة. فاش رجعت في شهر 7 نهار 7 فيه شهر 8 7 فيه مشيت ندير المكانة ديال القلب، كيديروا لنا المكانة ديال 24 ساعة. فاش مشيت نديرها قالوا لي لا تتمشي تخلصي كل شيء اللي عليك، قلت لهم انا ما عنديش. المهم بقيت تما حتى هذا خلص جوج ورقات فيهم 18,000 ريال، خلص علي واحد السيد وخلص لي المكانة ب 40,000 فرنك. صوبوا لي دابا المكانة مازال شادينها عندهم تمايا، ما رقيتش بادي مخلصه ومازال عندهم تما. فين ما مشيت تقول لي ما عندنا ما كاين زين ما خرجات لك، وانا المكانة تضرب لي سيمانه وتتخرج. شهر 9 جوج فيه بالضبط هما عندي الوراق عندي الرونديفو عندي كلشي. فاش وليت مشيت عندهم قلت لها دخلي لعند الطبيبه تخلصي ان عندي امو موقف، قال لك عندك مشير طالع بزاف. فاش مشيت قلت لهم شحال، قال لي 100 درهم. فاش مشيت نخلصها قالوا لي لا تتخلصي الكريدي كله اللي عليك، هما جمعوهم اللي راه عندي في الورقه تاع انا هنايا، يعني عندي كل شيء ورقيه عندي كل شيء مضبوط، ما خلاونيش ندخل. فاش شدني تما جهاد عليا الحريق ودخلتني بنتي للمستعجلات، فاش داروا لي التحاليل ووقفوا معايا تما في المستعجلات لان ما يمكنلهمش يسمحوا فيا، رقاو عندي كل شيء طالع. قالت لها سيري غتولي ديري لها التحليله من هنا يومين ولا 3 أيام وتولي تجيبيها لنا نفس الديكور. ما رقيتش لا باش ندير تحاليل لا والو، انا عندي تحاليل غاليه انا ماشي تحليله وحده كل تحليله بشحال، كاينه تحليله مولات 5,000 كاينه مولات 100 درهم كاينه مولات 18 على حسب التحليله اللي عطيني. عطيني الميكروب ديال البوله، عطيني ديال جريان الدم، عطيني الميكروب ديال الكلاوي ديال السكر ديال الطونسيون ديال الكوليسترول، هادو كلهم عندي هاد التحاليل هادو تنديرهم، يعني انا ما عنديش باش نخلص. ومنين جيت هاد الايامات التاليه بعدا نسيت هادي دابا 5 شهور فاش مشيت لعندهم دخلوني في عمو الشامل. عمو الشامل شنو تنخلص 3,000 ريال في الشهر وما استافدتش مازال لحد لان دابا هادي خاصه هادي دابا 6 من خلصه ما استافدتش كاع حتى شي حاجه. ودخلوني دخلوني في لاسينيسيس، واش انا عندي والو واش انا عندي لاسينيسيس واش انا خدامه؟ انا ما خداماش، انا كنت بغيت ندير لاسينيسيس ما ندخلش كاع فاهم ما نديروش. تقول لك لا خلصي في الطبيب وعاد نردو لك، انا ما عنديش ودافع الملف ديالي الطبي وقبلوه لي وعاطيني الموافقه، ولكن مازال ما بغاو يديروا معايا حتى شي حاجه. كلهم انا باغيه نتعالج، انا باغيه نبرا، باغيه نعيش لبنتي، باغيه نخدم على بنتي، يعني ما باغياش بنتي لا مت تخرج للشارع تضيع. يعني هادشي تنطلب منهم، انا تنطلب منهم انه نمشي للطبيب نتعالج ويوقفوا معايا المحسنين والجمعيات. ما تنساش دير ابوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.